صباح الخير على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد. خلينا مع بعض نشوف هيئة الأرصاد الجوية بتقول إيه عن الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن لسه الطقس مكمل في شدته، وهيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار ورطب على السواحل الشمالية. لكن بالليل هيكون معتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أخبار الطقس النهاردة. معنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. دكتورة منار، الجو النهاردة هيكون عامل إزاي؟ الرطوبة برضو عالية وإحنا برضو حاسين بالحر وحاسين إن الرطوبة يعني كأننا بنتنفس بخار مية. بالفعل إحنا لسه مستمرين في الارتفاعات الكبيرة في نسب الرطوبة على مدار اليوم. كان نسب الرطوبة بالفعل بتتجاوز 95% على السواحل الشمالية، ودي المناطق القريبة من البحر المتوسط، بتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى، طبعا بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، بيبقى فيها كميات كبيرة من بخار المية، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة. يمكن نسب الرطوبة هي العامل المهم جدا في احساسنا بدرجات الحرارة، لانها بتزود احساسنا بدرجات الحرارة بحوالي من درجتين لاربع درجات، على اختلاف طبعا نسب الرطوبة من منطقة لمنطقة. مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، احساسنا بالطقس هنحس ان هو طقس شديد الحرارة راتب بالفعل على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد، وأيضا جنوب سيناء. أجواء حارة رطبة على سواحلنا الشمالية، ودي محافظات مطلة على البحر المتوسط. خلال فترات الليل أيضا هنحس بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة مع هدوء سرعات الرياح، وبالتالي بنحس بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. في ساعات المساء والساعات يعني نقدر نقول مع ساعات المغرب وساعات المساء والساعات الأولى من الليل بيبقى في نشاط للرياح، سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده هيقلل احساسنا بنسب رطوبه، لكنه طبعا ما بيستمرش باقي ساعات الليل. مع ساعات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل بتتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، مدن القناه. والشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق، لازم نخلي بالنا منها. مهم جدا ننصح الساده المواطنين مع الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه ان احنا بقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده للتهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه العاليه. مهم جدا نتجنب اشعه الشمس المباشره فتره الظهيره، خاصه من الساعه 11 الظهر للساعه 4 العصر، لان الفتره دي بيكون فيها طبعا نسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم. أكيد. كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف مع بعض درجات الحرارة في مختلف المحافظات. نبتدي من القاهرة اللي العظمى فيها 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-24، سيوة 37-22، بورسعيد 31-25، دمياط 31-25، الإسماعيلية 35-26، والسويس 35-25. نروح للعريش اللي العظمى فيها 32 والصغرى 24، طابة 35-26، كاترين 32-19، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 37-28، الفيوم 35-25، بني سويف 35-25، والمنيا 37-24. نشوف أسيوط اللي العظمى فيها 37 والصغرى 24، سوهاج 38-27، قنا 40-28، الأقصر 41-28، أسوان 42 والصغرى 29، وهي بتسجل أعلى درجة حرارة النهاردة، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 38-27، أما حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 28. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا معاكم درجات الحرارة. نرجع على طول شاذلي وهدير معهم لسه فقرات كتير، اتفضل. شكرا ليك يا منى.